السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل صينية بسيسة. كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية دقيق ذرة، وكوباية لبن، وكوباية دقيق زيرو، وبرتقانية بقشرها، وبيضتين، كوباية زيت. كوباية زيت هحط كوباية الزيت في كوباية، هي كوباية الزيت اللي ماما حطيتها. وكيس البيكنج باودر اهو، هضربهم كلهم في الخلاط، بس ما عدا الايه، ما عدا اللبن، ما عدا الدقيق ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. عشان دي المواد الجافة يا بنات، فدي بنحطها. واحط معلقتين في البتاع ده، في العجينة احط معلقتين، احط معلقة خل كبيرة مع العجينة، نتعة فانيليا، بس فيليا. ده بندخل اهو الدقيق، ده دقيق الذرة ندخله، وبعدين هندخل الدقيق الزيرو. لا ما فتح. سيبها معلقة عشان تقلبي بتاعها. هاتي بقى طيب. نحطها في الفرن بقى تستوي على درجة، استني ابرد الراحة، عشان درجة حرارة 180. اهو بقى يا جماعة البسيسة بتاعتنا خرجت، والصينية سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطلعيها يا ماما. ايه طلعيها؟ لا طلعيها الصينية دي. طلعها ازاي يعني؟ طلعيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى قلب السيسة هي كده. جربوا بقى على طريقتنا كده، هتلاقوها في منتهى الجمال. اتفضلوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله.